أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء من نبأ المرسلين كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن الذين يسمعون
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
صدق الله العظيم. Mungkin tadi saudara Encik Muhammad Rizqan telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci kalamullah. Beliau mewakili negara Indonesia.